ازيكم؟ الفيديو ده للبنات بس، معلش هنتكلم في حاجات بنات، فشوية خصوصية يا شباب. في كام حاجة لازم تكوني عارفاهم كويس قوي وانت بتتعاملي مع المناطق الحساسة، اولا عشان صحتك، وثانيا عشان ما يطلعش منها اي ريحة مش لطيفة، لان انت عادي ممكن تتعودي على ريحة المكان ده وما تاخديش بالك، انما اللي حواليكي بيبقوا شامين الريحة وبيبقوا كمان عارفين مصدرها منين، فاكيد ده بيحط اي بنت واي ست في موقف محرج. فعشان ما تحطيش في اي موقف محرج، في كام حاجة لازم وضروري ولابد تاخدي بالك منه. اول حاجة وهي تعقيم اي اداة انت بتستخدميها في المكان ده، سواء انت بتستخدمي المقص او سواء انت بتستخدمي الشفرات، فضروري ان يكون معاكي كحول عشان تعقمي بيه اي اداة قبل ما تلامس المنطقة دي، اولا عشان ما تنقلش اي بكتيريا ضارة للمكان ده حتى بعد استخدامك انت الشخصي مرة في التانية. ومش ضروري ان احنا نوضح ان طبعا اي اداة بتستخدمي على المكان ده هي استخدام شخصي بحت وهي مخصصة للمكان ده بس، يعني ما ينفعش المقص مثلا او الشفرة اللي انت بتستخدميها للمكان ده تستخدميها عادي على بقية الجسم. المهم يعني، فاولا عشان ما تنقلش اي بكتيريا ضارة للمكان ده، وكمان عشان ما تعملكيش اي التهابات او تسبب اي ريحة مش لطيفة بسبب وجود البكتيريا على الاداة اللي انت بتستخدميها، فضروري ان يكون عندك الكحول وتعقمي بيه اي اداة قبل ما تستخدميها في المنطقة دي. اما بالنسبة للحاجة التانية، ودي حاجة بنات كتير بيفتكروها قبل الجواز، ان هي حاجة تجميلية مش حاجة ضرورية ان هي تتعمل، وهي ازالة الشعر الزايد. ضروري ان انت تشيلي الشعر الزايد من الاماكن الحساسة بشكل منتظم، ما تسيبوش يطول على الاخر، لانه من باب اولا النظافة الشخصية، وكمان عشان تعرفي توصلي المكان ده سواء انت عايزه تنظفيه، عايزه ترطبيه، عايزه تعملي اي حاجه فيه، فضروري ان انت تشيلي الشعر الزايد من الاماكن الحساسه من وانت لسه بنت، وتتعودي على الموضوع ده عشان ايدك بقى تاخد عليه ويبقى الموضوع اسهل. وكمان عشان وجود الشعر الزايد ده تحديدا في المكان ده، مكان مقفول عليه معظم الوقت، مكان مش بيوصل له تهويه كافيه، مكان ممكن يتعرض للعرق، كل ده بقى بيعمل لك بكتيريا في المكان ده بتخلي ريحته مش حلوه. ده غير ان انت اصلا عشان تنظفيه او عشان تحطي اي مرطب عليه مش هيبقى الموضوع سهل خالص مع وجود الشعر الزايد، فضروري ان انت تشيلي الشعر الزايد من الاماكن الحساسه بشكل منتظم. اما بقى بالنسبه للحاجه الثالثه واللي ممكن تكون بديهيه عند بنات وستات كتير، بس عند بنات وستات اكتر مش بياخدوا بالهم من حاجه زي كده، وهي انه الليفه اللي احنا بنستخدمها وبننظف بيها الجسم كله ما ينفعش ان احنا برضو ننظف بيها الاماكن الحساسه، تحديدا منطقه البكيني. نفس الكلام برضو مع الفوطه، ما ينفعش الفوطه اللي بحطها على وشي وبحطها على جسمي احطها على الاماكن الحساسه وارجع احطها مره ثانيه على وشي او على جسمي، كل ده بيعمل بكتيريا، كل ده بيخلي فيه نوع من عدم النظافة الشخصية كده ومن عدم الاهتمام بشكل لطيف بالمكان ده. يعني انت فكري فيها، انت دلوقتي مثلا نشفتي بالفوطة شعرك تمام، بباقي بقى الزيوت بكل الحاجات اللي فيه، ونشفتي جسمك، بعدين نشفتي الاماكن الحساسة ورجعت حطيتيها مرة تانية على شعرك، يعني مش هتبقى الطف حاجه. فضروري ان انت تخصصي الليفه دي تبقى لكامل الجسم عادي جدا، بس الاماكن الحساسه تحديدا منطقه البكيني خصصي لها كده فوطه تكون ناعمه، ومن فتره للتانيه لو حبيتي ان انت تنضفي المكان ده يبقى بالفوطه المخصصه بتاعته. نفس الكلام برضو مع الفوطه، انشف بيها الجسم بس اجي عند منطقه البكيني وانشفها بمنديل. ومناسبه الروائح اللي مش حلوه، فاكتر حاجه ممكن تخلي ريحه المكان ده مكمكم بالمعنى الحرفي للكلمه هي ان انت تسيبيه مبلول. بعد كل مره تدخلي فيها التويليت، بعد كل مره تاخدي فيها الشاور، ضروري ان انت تجففي المكان ده كويس، ضروري ان يكون التجفيف ده من قدام لورا مش العكس، عشان ما ناخدش بكتيريا ننقلها للمكان ده فبالتالي تعمل لنا التهابات احنا في غنى عنها اصلا. اما بالنسبه للحاجه اللي بعد كده، وهي ان ضروري 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 يكون الماتيريال بتاعه الاندروير قطن، قطن 100%. وحتى لو انت عاجبك اي ستايل اندر وير بس الخامه بتاعته ساتان بقى او دانتيل، الحاجات اللي هي بتاعت العرايس الجميله دي، ضروري ان يكون الجزء الداخلي بتاعه من القطن، وفي حاجات كده كتير يعني الستايلات دي هتلاقوهم موجوده عادي، بيكون هو ساتان او دانتيل وشكله جميل وشكله ملفت ولطيف وكل حاجه، بس بيكون الجزء الداخلي الملامس تحديدا لمنطقه البكيني عباره عن قطن. القطن اصلا بيساعد انه البشره عامه بشكل عام تتنفس، وكمان بيمتص العرق، وعامه يعني بيكون مريح في اللبس. اما بقى بالنسبه للحاجه الاخيره وهي تهويه المكان ده، خدي بالك المكان ده مقفول عليه معظم الوقت تقريبا، ومقفول عليه كمان بطبقات، فضروري كده من وقت للتاني ان انت مثلا تلبسي شورت يكون واسع، ان انت تستخدمي مثلا اندر وير وانت قاعده في البيت تلبسي حاجه طويله وتبقي براحتك بقى مش لابسه اي حاجه، بحيث انه المكان ده يتهوى. كل ما المكان ده يتهوى كل ما هتقللي الالتهابات، كل ما هتقللي الرطوبه اللي ممكن تعمل ريحه مش لطيفه في المكان ده، فضروري ان احنا نحاول نهوي المكان ده من وقت للتاني، ما تبقيش طول الوقت لابسه طبقات وقافله عليه ومستغربه مثلا ان بيجي لك التهابات او ان ريحته مكمكمه كده ومش حلوه، لكن لما بتهويه حتى لو على فترات ده هيفرق معاكي جدا جدا. وبس كده، لو عجبكم الفيديو وفاتكم حتى لو بحاجه واحده جديده، خدوه شير في كل جروبات البنات عشان كلنا كمان نستفاد من بعض، احنا ملناش غير بعض يا بنات. سلام.